يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نخرج إلى البر فاحتلم رجل منا ولم يصلي الصلاة في وقتها، بل أخرها حتى ارتفعت الشمس، ثم اغتسل وصلى صلاة الفجر لأنه في تلك الليالي كان الليل باردا والفجر باردا، فهل فعله صحيح؟ لا، يعني ما هو صحيح. إذا كان ما يستطيع الاغتسال لشدة البرودة يتيمم، يا تيمم بالتراب وصلي. الحمد لله التراب طهور عند العذر. قد فعل هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما احتلم وهو في سرية، أمير سرية، احتلم وكان الجو بارد جدا، فتيمم وصلى بهم، صلى بهم إمام. ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه فأقره على ذلك. نعم.